الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بإيران. لا، ما اتفقنا هيك. لازم تحكي معي فارسي من أول وصولي على إيران. طيب، سلام، حال شما چطور است؟ به إيران خوش آمدید. آسمان می آید. اول باید پذیرش بشوی. یعنی چی؟ یعنی اول چی لازم تسجل دخول مستشفى. من اول باید پذیرش بشوم. پذیرش بشوم. بفرمایید. سلام. خسته نباشید. سلام. متشکرم. احکی. من مریض. ما انت باید تحکی از زلمی. ما باید به دکتر برویم. چه دکتری؟ دکتر ارتوپد. ارتوپدی یعنی قدم. قلب یعنی قلب. چشم پزشکی یعنی عیون. داخلی یعنی باطنی. پوست یعنی جلد. اعصاب و روان یعنی اعصاب. روان پزشکی. چه دکتری؟ دلم درد میکند. خب، متخصص گوارش. بله. شما باید پیش متخصص دستگاه گوارش تشریف ببرید. نام و نام خانوادگی بیمار. بیمار یعنی مریض. ها، بیمار یعنی مریض. حسن الحاج. سن؟ 23 ساله هستم. بیماری خاصی ندارید؟ بیماری خاصی ندارید؟ یعنی تعانی من مرض معین؟ بیماری خاصی ندارید؟ نه. علت مراجعه یعنی سبب المراجعه. علت مراجعه دل درد. داروی خاصی مصرف میکنید؟ داروی خاصی مصرف میکنید؟ یعنی هل تستخدم دوا معین؟ داروی خاصی مصرف میکنید؟ نه. علائم بیماری یعنی عوارض المرض. بیماری خاصی ندارید؟ بیماری یعنی المرض، خاص یعنی معین. داروی خاصی مصرف میکنید؟ یعنی هل تستخدم دوا معین. دارو یعنی دوا.
مصرف میکنید، مصرف کردن مصدر آن است، یعنی الاستخدام. مصرف کردن، مصرف کردن یعنی الاستخدام. مصرف کردم، مصرف کردی، مصرف کرد، مصرف کردیم، مصرف کردید، مصرف کردند. مصرف کردم، مصرف کردی، مصرف کرد، مصرف کردیم، مصرف کردید، مصرف کردند. مصرف می کنید فعل حال استمراری است. خب شماره تلفن شما چند است؟ یعنی می دانم، یعنی ما هی نمره تلفن؟ 0 912 141. آدرس؟ آها، آدرس، آدرس میدان تجریش، خیابان دربند، کوچه ناصر خسرو، بنبست اول، پلاک 1. الاف آخر از سالون جهت الیسار. خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. سلام، خسته نباشید. سلام. سلام، بفرمایید. بفرمایید. متخصص گوارش؟ بله. لطفا تشریف داشته باشید، صداتون خواهم کرد. خیلی ممنون. متشکرم. يا لحمي هلا بفوت عند الحكي. سلام. سلام. چرا به اینجا اومدی؟ پام زخم شده. پام زخم شده؟ پام زخم شده. پای تو زخمی شده؟ چرا پای تو زخمی شده؟ افتادم. افتادم. افتادم؟ سرم گیج رفت، افتادم. سرم گیج رفت؟ سرم گیج رفت، افتادم. فهمیدم. پدرم میگوید شاید به سرم ضربه وارد شده است. ضربه؟ شما چرا به اینجا آمده اید؟ من تب دارم، حالت تهوع دارم، دلم درد میکند. آهان، شما مسموم شده اید. آخ 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 آقای حسن الحاج. یلا اون بفرمایید. سلام. سلام، خوش آمدید. من در خدمت شما هستم. آقای دکتر، من بیمار هستم. چرا؟ چه علائمی از بیماری دارید؟ تب، دلدرد، حالت تهوع. از کی شروع شده است؟ از کی شروع شده است؟ از کی شروع شده است؟ یعنی متى بدأت؟ از امروز، از امروز صبح شروع شده است. دیشب غذا چه خورده اید؟ شوف لشو دکتر اکسابت. طلا حال یعنی الحاضر. حال، حال. امروز یعنی اليوم. امروز، امروز. امشب یعنی اللیله. امشب، امشب. گذشته یعنی الماضی. گذشته،
گذشته. دیروز یعنی البارحه. دیروز، دیروز. دیشب یعنی اللیلة الماضية. دیشب، دیشب، دیشب. پریروز یعنی قبل البارحة. پریروز، پریروز، پریروز. پریشب یعنی قبل اللیلة الماضية. پریشب، پریشب، پریشب. آینده یعنی المستقبل. آینده، آینده، آینده. فردا یعنی غدا. فردا، فردا، فردا. فردا شب یعنی اللیلة القادمة. فردا شب، فردا شب. پس فردا یعنی بعد غد. پس فردا، پس فردا، پس فردا. پس فردا شب یعنی بعد لیلة القادمة. پس فردا شب، پس فردا شب، پس فردا شب. دیشب غذا چه خوردی؟ یعنی ما اکلت البارحه. دیشب غذا چه خوردی؟ یلا قول ما اکلت البارحه. پلو خورشت. لطفا تشریف ببرید روی اون تخت دراز بکشید. لا مشکله فی الکبد. المعده، الزعده، القلب و الکلا. من برای شما چند تا آزمایش می نویسم و چند تا هم قرص. قرص. شربت. شربت. کپسول. کپسول. و تعداد 10 عدد آمپول. آمپول. خدمت شما. شو منسق كمان مع الدكتور يحكي عربي عشان تعلم فارسي؟ بعد اذنك. نعم. طيب يلا. خب آقای دكتور با اجازه. خیلی خوش آمدید. خدا حافظ. خدا حافظ. علائم بیماری. علائم بیماری. مثل بی‌حوصلگی. بی‌حوصلگی. تب. تب. درد. درد. عطسه. عطسه. سرفه. سرفه. آبریزش از بینی. آبریزش از بینی. تنگی نفس. تنگی نفس. گلو درد. گلو درد. حالت تهوع. حالت تهوع. سرگیجه. سرگیجه. اما حال شما خوب است. اینها برای آموزش بود. سرگیجه. سرگیجه. شو سر. آخ حسن آخ. رو شو متکل عال. علائم بیماری. علائم بیماری. یعنی عوارض المرض. سردرد. سردرد. یعنی وجع راس. تب. تب. تب یعنی حراره. درد یعنی الم. درد. سرگیجه یعنی دوخه. سرگیجه.
زخم یعنی جرح. زخم حالت تهوع. حالت تهوع. حالت تهوع یعنی لعین. حالت تهوع. عطسه یعنی عطسه. 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 صرفه یعنی سعله. صرفه. تنگی نفس یعنی ضیق نفس. تنگی نفس. تنگی نفس یعنی ضیق نفس. تنگی نفس. طلابي الأعزاء، بمساهمتكم نريد أن نتحدث عن الأفعال كثيرة الاستخدام. بين القوسين من الملاحظ أن في جميع اللغات هناك مجموعة كثيرة من الكلمات، لكن ليست بمعنى أن هذه الكلمات تستخدم دائما. ففي حياتنا اليومية إذا أردنا أن نتحدث بأي لغة، فمجموعة أو ما نسميها بالمخزون اللغوي، فالمجموعة من الكلمات التي نستخدمها من الصباح إلى المساء كلمات محدودة ومحددة ومعينة، وليست هذه الكلمات الموجودة في المعاجم اللغوية تستخدم كل يوم. فمثلا في العربية أكلت، شربت، ذهبت، دخلت، جلست، هذه هي الكلمات بسيطة نكررها، فيسمونها بالكلمات كثيرة الاستخدام. إذا أردنا أن نترجم بالفارسية نقول واجگان پر بسامد، الكلمات كثيرة الاستخدام. فالآن نريد أن نركز ونسلط الضوء على الأفعال كثيرة الاستخدام. ما هي الأفعال؟ فهذه تقريبا مجموعة من 12 فعلا في الفارسية. أنا أذكر مصادر هذه الأفعال ثم أطلب من كل واحد منكم أو كل واحدة منكن أن تذكروا لنا مثالا مع كل واحد من هذه الأفعال. فمثلا كلمة گفتن، القول، الحديث، التحدث، گفتن، هذا أول. ثانيا الاستماع، شنیدن. ثالثا القراءة. رابعا الكتابة، هذه هي مصادرها وأنا أذكرها بالفارسية: گفتن، شنیدن، خواندن، نوشتن. ثم خوردن، الأكل. نوشیدن، الشرب. خابیدن، النوم. أنا نمت، نوم، خابیدن. الغسل، الغسل مثلا غسلت يدي، دستم را شستم، الغسل. داشتن، الملكية، لي كتاب. وقلنا سابقا أن هذا الفعل غير موجود في العربية لكن في الفارسية موجود، داشتن. بودن، الوجود، الوجود. من هستم، من بودم. وكلمة رفتن، الذهاب، الذهاب بمعنى رفتن. وكلمة المجيء بمعنى آمدان، آمدان. هذه الأفعال الاثنى عشر مجموعة من الأفعال كثيرة الاستخدام. فالآن بالتوزيع أنا أسأل سؤال، نبدأ بالأخ العزيز سامر. سامر، ممكن أن تستخدم كلمة رفتن في جملة بالفعل؟ هذا مصدر. او دیروز به خانه دوستش رفت. صحيح، نعم، جملة مع كلمة رفتن. او دیروز به خانه دوستش رفت. او دیروز به خانه دوستش رفت. وننتقل الى اخت مريم. اخت مريم، هل يمكن ان تستخدمي كلمة شستن، مشتقات من كلمة شستن، في جملة؟ من دیروز لباسهایم را شستم. نعم صحيحة، من دیروز لباسهایم را شستم. من دیروز لباسهایم را شستم. ونأتي إلى المثال الأخير، وأخ فادي يذكر لنا جملة. وطبعا أنت لا تغسل ملابسك، أمك تغسل ملابسك، لكن استخدم كلمة خابیدن في جملة. من 10 ساعت میخوابم. نعم صحيح، من 10 ساعت میخوابم. أنت طالب نوام، كيف يمكن أن تنام 10 ساعات؟
أعزائي هل تعلمون أن في الفارسية هناك نوعان من الفعل؟ النوع الأول هو الفعل الذي يتكون من جزء واحد ونسميه بالفعل البسيط، والنوع الثاني هو الذي نسميه بالفعل المركب. والفعل المركب في أكثر الأحيان يتكون من جزئين، من جزئين. فأحيانا الجزء الأول الاسم والجزء الثاني فعل، فتركب فيما بينهما وأصبح فعلا مركب. مثلا كما قلنا جوفت، خورت، نشاست، ميغويام، هذه من الأفعال البسيطة التي تتكون من جزء واحد. لكن الأفعال المركبة نذكر بعضها لتعرفوا كيف يتحقق وكيف يحصل هذه الأفعال. فمثلا كلمة درس كلمة واحدة نضيفها إلى فعل خاندان، إلى مصدر. درس خاندان مصدر للفعل المركب. أو درس خاند هو درس، هي درست، نحن درسنا، ما درس خانديم. درس خانديم فعل مركب لأنه يتكون من درس وخانديم. فهذه الأفعال أكثرها تأتي مع المصدر الآخر من الأفعال، مثلا خاندان، نبشتان، قفتان، قصة قفتان، أنا أقص عليكم قصة طريفة، من برای شما یک داستان جذاب نقل میکنم، أنا أقص عليكم قصة طريفة. قصة قفتان مصدر للفعل المركب. فكثير من هذه الأفعال تستخدم مع كلمات مثل شدان بمعنى صار، شد. مثلا في العربية نقول أصبح اليوم، روز شد. مثلا نقول ما سبب نجاحك في المدرسة، چیز سبب موفق شدن در مدرسة شد، حاضر شدن در کلاس، حضوری في الصف. فكلمة شدن بمعنى جزء متم للفعل المركب. فكلمات تأتي في نهاية هذه الأسماء، في الجزء الثاني من هذه الأسماء، بودن، شدن، کردن، گفتن، دادن، خواندن، هذه الأجزاء تركب مع الجزء الأول أفعال. مثلا الآن أطلب من الأخ سامر أن يذكر مثالا مع كلمة شدن. دوستم از شنیدن این خبر خوشحال شد. مصدر لكلمة شد بمعنى صار. نعم جملة صحيحة، هو يقول دوستم از شنیدن این خبر خوشحال شد. أصبح صديقي مسرورا من هذا الخبر. أصبح صديق مسرورا من هذا الخبر. فكلمة خوشحال شد بمعنى صار فرحا، صار مسرورا. ونطلب من الأخت نادية أن تستخدمي كلمة درس خاندان، فعل مركب مصدر من فعل مركب. درس خاندان موجب پیشرفت است. نعم صحيح، درس خاندان بشكل المصدر استخدمت وهي صحيحة، درس خواندن موجب پیشرفت است. الدراسه تسبب التقدم في الحياه، الدراسه تسبب التقدم في الحياه. فهذه امثله من الافعال المركبه، وفي المستقبل سنتعرف اكثر على هذه الافعال.